مرحبا. اليوم رح نحكي عن الابتكار بمجال الانتاج الغذائي، اهميته وكيف بتقدر المراه المنتجه توصل له. الابتكار بمجال الانتاج الغذائي هو القدره على تطوير منتج لتلبيه حاجات الزباين الجديده، او لكسر الملل والروتين، او لتسهيل الوصول لفئات جديده من الزباين، او حتى لتسهيل تسويق وتصريف منتجات من خضار وفواكه معينه. هالشي بيؤدي لزيادة المبيعات لدى المرأة العاملة بالمجال الإنتاج الغذائي، وكمان لتأمين معيشتها ومشاركتها الاقتصادية. لنخلق منتج مبتكر لازم نفكر إنه المنتج الجديد ممكن يكون جديد كلياً أو جزئياً. خلينا سوا نكتشف بعض الطرق اللي بتساعدنا لنبتكر منتج جديد. تغيير الفئة المستهدفة بيوصلنا لابتكارات جديدة بالمنتج، مثلاً تحضير كرات الشوكولا المحشية بالمجففات المحلية بيوسع جمهورنا ليشمل الأولاد ومحبي الشوكولا. ابتكار المنتجات الجاهزة للطبخ للأشخاص العمليين أو اللي ما عندهم وقت، مثل الأطباق المثلجة أو الأطعمة المطبوخة نص طبخة. منفكر بحلول لمشاكل موجودة، مثلاً تحضير حليب اللوز للأشخاص اللي بيعانوا من حساسية اللاكتوز، أو نخلط مكونات ما بيستعملوا عادةً مع بعض، مثل إنه نخلط الحمص بطحينة مع شمندر. نفكر إنه نستبدل منتج أجنبي بمنتج محلي لنحضر مثلاً فريكة أنرجي بار، أو نخلق وظيفة جديدة تماماً لمكون معين لنوع خضار أو فواكه، مثلاً مربى البصل أو عصير الخضار. لكل امرأة عاملة بمجال الانتاج الغذائي لازم تعرفي انه الابتكار ما بيقتصر على فئة معينة من الناس، وانت عندك كامل القدرة لتحدي الافكار السائدة، لتأسيس مشروع جديد بافكار عصرية، لتأمين استقلاليتك المادية.